الشباب اللي محمود عليها كلنا عارفين ظروف وملابسات القبض عليهم. النهارده وهي صدفه غريبه جدا تم تمرير المحاكمات العسكريه للمدنيين في الدستور المصري، واحنا بنعمل المؤتمر ده اللي هو عنوانه يسقط قانون التظاهر وتسقط المحاكمات العسكريه للمدنيين والحريه للمعتقلين. في الحقيقه احنا بنحب نقول للناس اللي صوتوا على الدستور المصري في يومين الله يرحم ايام الغرياني، وزي ما سقط دستور الغرياني ومرسي الدستور ده اجل قريب وهيقع قريب. والنهارده محاوله جديده من الاخوان المسلمين ان هم يركبوا على الحركه اللي في الشارع مره تانيه بينزلوا التحرير بينما الناس بتنادي بشعارات الحريه والقصاص، رافعين شعارات رابعه ومرسي، ومره تانيه بيحاولوا ان هم يركبوا على الاحداث اللي في الشارع. الناس اللي في السجون وحضراتكم اكبر شاهد عيان على ان معسكر الثوره باين وواضح، واعتقد ان الاحداث الاخيره كلها بتقول ايه الفرق بين معسكر الثوره ومعسكر الاخوان ومعسكر العسكر. احنا مكملين ضد معسكر العسكر ومعسكر الاخوان طول الوقت، ومش هنكمل ومش هنقف.